أعرب اللواء تامر الشهاوي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق عن دهشته بشأن تقييم البعض للوضع في أوكرانيا قائلا: بعدما يقرب من 7 أشهر يظهرني اعتقاد البعض أن روسيا تخسر وأوكرانيا تتقدم، وإن أقدام بوتين على التعبئة دليل على ذلك. وأضاف في تصريح لقناة روسيا اليوم: بشكل واضح لا يقبل أي جدل أو تأويل، فالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتهت منذ 3 أشهر، وروسيا أحكمت قبضتها على كافة النقاط والأهداف الحيوية الأوكرانية، ولا رغبة للجيش الروسي في اقتحام المدن حتى لا يقحم في حرب شوارع واكتفى بحصار المدن. واعتبر أن الغرب معركته مع روسيا لا تتعدى التصريحات، وقيام بوتين بإعلان التعبئة جاءت بغرض استبدال القوات التي تحارب في أوكرانيا منذ 6 أشهر، بالإضافة إلى تأمين المناطق المستولى عليها. وتلويح بوتين باستخدام السلاح النووي هو تلويح بالقوة ردا على التصريحات الغربية. وأكد أن العملية العسكرية حققت أهدافها بالكامل حتى هذه اللحظة، وانتقل الصراع من صراع عسكري إلى صراع اقتصادي سياسي على حد قوله.